كارثة اللي وقعت في الشفشاون. الأخ رايان اللي في الشفشاون ضعنا فيه اليوم في سيدي يحيى الغرب كنا نضيعه في طفل بريء. ولكن علاش ما جات الوقايه المدنيه؟ قال لهم انا شريتكم بيجامات في انتخابات دار الناس بيجامات يلبسوهم العيالات ويمشيو يصوتوا له. حنا سكان مدينه سيدي حي الغرب اليوم تنتفاجئوا بواحد الكارثه عظمى، كارثه اللي وقعت في الشفشاون. الاخ رايان اللي في الشفشاون ضعنا فيه اليوم في سيدي يحيى الغرب كنا نضيعوا في طفل بريء عنده طموحات يزيد لقدام. حتى هو علم الله الطموحات ديالو كيعمر تيعمر العمر ديالو 10 سنوات. هنا واحد الحفره اللي هي كبيره لا يرتالها، الدريز لقطاح دخلوا الناس ديال جيرانهم وكذا وهادي جبدوه باش جبدوه. الدري اللي هبط ربط قنب، دار قنب وهبط والاخوان ديالو شاد القنب هنا من الفوق هبط وجبدو، وملي شدو تمكن بيه قال لهم جروا لي القنب، يعني جبدوا لنا الطفل على سلام. ولكن هنا كيتطرح المشكل، ملي طاح ما جات لا وقايه مدنيه لا تدخلات من السلطه المحليه، ما جات الوقايه المدنيه هزوا الدري يديو المستعجلات يشوفوه شنو وقع له، واش مضرور او لا عنده شي ضلعه مهرسه او لا. كنطلبوا من الله يحفظوا لنا هذاك الدري ريان اللي هو ولدنا ولد الشعب. طاح مع الجوج ديال النهار وكان تفاجئوا طاح مع الجوج وجبدوه الاخوان ولاد حومته. ما تجي لا السلطه شوف حتى حاجه ما تتخزن. حنا انا والاخ محمد ولاد البلاد عندنا لايفات ديالنا نتبع لنا هذوك الناس، يعني من اللي شتي اجي. انا كنشكر رئيس المفاوضات الدائري، رئيس المفاوضه ديال سيدي حي الغرب اللي هو جا وصيفط الامن ديالو حاضينا بالسلم وسلام. شحال نقول لك، ما جا لا باشا ولا قيد ولا جوج قياد عندنا في سيدي يحيى ما جاوش، وما جاش كاين ثلاثه قياد وما جاش الرئيس. هذا الرئيس انا كنقول له من حقك ما جيتيش، عرفتي علاش؟ قال لهم انا شريتكم بيجامات في انتخابات دار الناس بيجامات يلبسوهم العيالات ويمشيو يصوتوا له. ومع ذلك كاينه الحمامه عندها 10 ولا 11 الاخ محمد شحال عندنا من عضو الحمامه؟ 10 وهو عنده مقعد واحد ودار الرئاسه، يعني دار العصا في الرويضه. هو الهضره ديالو اللي قال صحيحه، قال لهم انا ما نجي، قالها ما يجيش من حقه ولا ما بغاش يجي من حقه، يعني شراهم بيجامه. وانا كنقول الاخوان ديال سيدي حي الغرب هالعار هالعار ما باقيش تبيعوا شي صوت مده 5 سنين. هذه الكارثه الانسانيه اللي كان يشهدها الوطن المغربي لولا التدخل ديال يعني ديال ابناء مدينه سيدي حي الغرب اللي كنشكرهم من هذا المنبر. اولا اليوم تقريبا مع الساعه الثانيه زوالا عيطوا لنا الناس قال لك توفالي خصك ضروري تجي لهنا لعين المكان بكوننا حنايا كننشطوا. حنا كنت عند ريان، انا كنت من الناس الاوائل اللي مشوا عند ريان. انا مشيت عند ريان الشاون سبت تامروت كنت تمايا، كنت في من بين الناس اللي مثلوا مجتمع مدني وتعاوننا تما في هذيك المنطقه ديال سبت تامروت اللي في اقليم الشاون. اليوم تقريبا سبحان الله نفس الحاله ولكن بفارق السن. ريان اللي كان في منطقه الشاون عنده 5 سنين وعند ريان ديال اليوم عنده 10 سنوات. ريان ملي جاء هو كسائر الناس عنده 10 سنوات جاء باش يشوف شنو الحفره شحال العمق ديالها، وش حتى هو كيبحث الفضول دواعي الفضول. قرب زلق، ملي زلق جاو الدراري هنا الجيران، جاو الدراري الجيران هنايا ابناء الحومه ديالو
هما كان الناس باقي ما جاتش، يعني كان ما كانش الحفره بهذا العمق دابا اللي كتشوف فيه، كانت باقا ما كانت تقريبا فيها واحد 150 متر في يعني في الطول ديالها، والعرض ديالها والعمق ديالها كان تقريبا واحد 20 حتى 25. هبط دار القنب، جبد الطفل، جروه الدراري، طلعوا الدري الفوق، جاب الله ما تاداش في الجسم ديالو. ولكن علاش ما جاتش الوقايه المدنيه؟ كان لازم ان الوقايه المدنيه تكون في عين المكان. نعم اتصلتوا بهم؟ اتصلنا بهم حنا، حنا كما حنا درنا بثوث مباشره، كان لازم انهم يجيو، كان معنا عون السلطه المحلي، لازم انه يشعر الناس ديال الوقايه المدنيه. يعني كان ما عندهمش شي مبرر علاش ما يجيوش.